الفلوكة هي متعة عامة، وأنا بحب البحر يعني، وفي ناس كثيرة بتحب البحر، والفلوكة بنفسح بيها الأجانب السياح وكده، وبنودوهم جنينة الموز والبر الغربي، وبيتبسطوا بالفلوكة عشان بتمشي بريح وكده بالهواء. أكتر من 200-300 أسرة اللي شغالين في الفلوكة في الأقصر. الأقصر كلها جميلة أصلا، من الأقصر ما فيهاش حاجة عفشة عامة، والناس اللي في الأقصر كلها أقسم بالله ناس محترمة وهادية، وناس بتحب الشغل وبتحب السياحة عامة. احنا نقول للناس كلها تشرفنا في الأقصر، ودي بلد سياحية، وربنا يصلح الحال ويشيل الوباء ده ان شاء الله، والدنيا تمشي بإذن الله. حاليا في بقت رجل تمشي، وبرضه من بعد ما جه رئيس الأقصر زار الأقصر هنا والزبائن شافت برا وارتاح الجو، وبرضه بصراحة يعني اللي هو بيعمل حضرة الرئيس انه هو منظف البلد عامة يعني في سينا والحتة دي، الزبائن مرتاحة يعني عامة.